وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد خالد جاسم المالود رئيس شؤون الحج والعمرة والأمين العام لبعثة الحج من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، أكد بأن لجان بعثة الحج باشرت كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج في مشعر منى من حيث تجهيز الخيام وتسليمها للحملات. باشرت كافة لجان البعثة استعداداتها في المشاعر المقدسة من حيث تجهيز الخيام وتسليمها إلى حملات الحجاج ليقوموا بدورهم لتهيئتها وترتيبها وتنظيمها لاستقبال حجاجهم في منى. ولله الحمد، يعني حكومة خادم الحرمين الشريفين بذلت أقصى الجهود في موضوع تأمين الطرق الخاصة التي سوف يسلكها الحجاج في اتجاه مشعر منى. كافة لجان البعثة على قدم وساق تقوم بالاستعداد للتعاون مع كافة الحملات. فيوم أمس تم تسليم كافة الحملات لتراخيص السيارات للمشرفين والنقل، وأجرت البعثة يعني اتصالات عدة لتسهيل دخول المرافقين الذين سيرافقون الحجاج ويقدمون لهم أفضل الخدمات.